امسك يا سمور. ايه دول؟ حقك حبيبي، ربنا يبارك لك فيهم. انت شايف ان حقي كده وصل يعني؟ ده حتى ما يجيش تمنه. لا يا سمير يا حبيبي، انا مش عايزك تبص تحت رجليك. شغلتنا دي ما ينفعش فيها الاستعجال على المكسب. دول تدورهم في عملية والتانية وتشتغل عليهم بقى، ساعتها يبقى عندك بحر فلوس. اغرف منه زي ما انت عايز. انا عايزك تتعلم يا سمير. هتعلم. اعمل لك كاس. ما انا بشرب اهو. طب اشرب يا حبيبي. في صحتك. قطاطا معاك بقى. هو انت عندك كام سنه؟ انت تديني كام سنه؟ لا مش عارفه، قول انت. والله يا بنتي اذا كان على السن فما حدش يقدر يعرفه. يعني عندك مثلا، انا احسب لك الايام السوداء. الايام السوداء كتير، 7000 سنه. يعني تقدري تقولي انا الحضاره، انا التاريخ. انما ما اذا كان على الايام الحلوه فعددها مقلوله. يعني انا بنت امبارح. برضه انا ما فهمتش حاجه، عايز اعرف بالرقم عندك كام سنه؟ بالرقم؟ هم اخر واحد يعرف الحكايه دي الحميد بتاع ابونا الله يرحمه. كان قايل لي اخر مره الله يرحمه ان انا عندي 63 سنه. الله يرحمه. طب مات امتى؟ من 70 سنه. 70 سنه كان عندك 63 سنه ازاي؟ بكتير. انت هتقول عليا ولا ايه؟ تقول عليا؟ انا كنت حكايه بس ان انا كنت محافظ على صحتي. شوف رغم السن ده طول عمري بحافظ على صحتي. اصحى الصبح اروح جاي الريق كده، اروح ضرب علبتين سوبر، وبعدها بقى حتت ليا قد كده، وراها بقى بومبار وسجق ومحشي وكل اللي بيقابلني. كنت باكل في قلب البيت، كنت فتنس. الله يرحمك يا فوي، لو كنت عايش كنت وقعت فرامه. ايوه امال ايه؟ وصوتي بقى، صوتي لازم امرني كويس. لما كنت بعمل وجبات في عيد العزاء بتاعت النسوان لما كانت بتموت. اللي اصلي بصي، التعديل ده دي بلاصه، وانا صوتي كان حيان. كنت اخش على السوان من دول واروح راعي اللي يجي تخش تلاقي كل السوان. روح قال ملك بس عطت جد. بس انت بتحافظ صوتي؟ ما تحبيش صح؟ افرضي جدك مات، تعملي ايه؟ لازم تصوتي. سواتي كده، قولي كده. ايدي ويتي. صرخي صرخي يا لميس، هو ده التطهير اللي على اصوله. انت ايه يا طاطا؟ بني ادم مخلوقه من طين زيك. ايدي ويتي. اللي بعوي الزغراطي بقى. نفسك حلو يا بت، تنفعي تغطسي والله حلوة. تبصي ايه؟ وبصي بقى، ايوه لازم بقى تتدربي على ثلاثة دول، زغرانتي وصوتي وروسي. ماشي؟ اصوت الاول ولا شوفي احسبيها زي ما انت عايزة. يا لهوتي. ايوه شوفي انا بحب يا بنت. مش قادر. ايوه
ايوه بلاش انت يا لميس، بلاش انت. لا 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 انا مش عايزه ارد. رد انت يا قطاطا. ده مين ده؟ ده بعد اذنك الو. مساء الخير يا هانم. بعد اذنك يا لموسه. ماشي. صدقت معايا. You have made me what I am and معايا؟ I am yours. مش كده؟ My love. Hello. Hello. مين معايا؟ قطاطا هانم معايا. Who's speaking؟ أنا الدكتور إسماعيل جزرة. جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس. وأنا أنا قطاطا عدو ودود لعباس وعبي البيت وبعليك برضه لميس. وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين. بنص الكلام ده بقى، انت قديم قوي، اسمك ايه؟ من زمان يا هانم، من زمن الحب العذري والعواطف الجياشة. انا حصل كده ان في كيميكا. ايوه بتكلمي مين؟ لا مفيش حد. بقولك ايه؟ افرض احسن اختك الكبيرة جت. افرض يا ابني افرض. يا سلام يا قطاطا، رجعتيني تلميذ تاني. كنت بتكلمي مين يا خلبوسه؟ مرق غلط. تعالى يا دكتور. صباح الخير يا روح قلبي. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا لميس يا حبيبتي. صباح الخير يا انكل، ازي حضرتك؟ اتفرج بقى، شوف شوف، قول رايك يا دكتوره. بجد لميس رسوماتها بقت متطوره جدا، دي حاجه فخيمه خالص. فخيمه دي تبقى عباس، هي حصلت انك تجيب سيره ست الوالده؟ يوه ما تطلع بره. حاضر حاضر حاضر، يلا يلا. وبعدين يا دكتور، انت لازم تتصرف في المصيبه دي، لازم تتصرف. فعلا عندك حق يا عباس، انا بفكر اروح لخالتي واصالحها على امي، دول مهما كان اخوات. يا راجل يا راجل ايه؟ انا بتكلم عن البيت، البيت اللي قطاطا كلت دماغها بالشخصيه اللي بتحكي لها عنها. ده شيء ايجابي جدا، معنى كده ان الخطه ماشيه مظبوط. مشاعر البنت اللي كانت موجهه بالكامل لذكرى حادثه باباها ومامتها، جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني. طب ده دي صغيره عربيه ولا دكتور؟ انا بتكلم على البنت، اما مشاعرها تروح مع الراجل ده، انا ضامن ده مين؟ ده شخص في خيالها، في رسوماتها. الله، اعتبره حلم. حلم يا اخي؟ طب انا اطمني، الشخصيه دي بتاخدها وتروح فين؟ بخرجوا الساعه كام؟ بيرجعوا الساعه كام من الحلم؟ ها عباس، ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟ انا اعرف واحد صديقي ممتاز. خالتك؟ طب انا مش قاعد لك، انا عندي شغل في العياده ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض، جدو. عيون جدو، كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. تأمرين يا حبيبتي. حاجة بخصوص قطاطا. يا دي قطاطا واللي عمله قطاطا، وبعدين حاجة بقى؟
مفيش حاجة يا جدو، يعني مالك متعصب كده ليه؟ أنا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شوية، الست دي غلبانة قوي على طول قاعدة معايا كده في الأوضة. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمة، تفك عن نفسها إزاي؟ أجيب لها عريس ولا ألعب معاها كاندي كراش؟ لا لا خالص، أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني إنها تخرج تشوف الشارع، أنا ممكن أخدها نلفلف شوية بالعربية وأرجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا، اتفسحيها، دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان، قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو الست دي مظلومة. لو أنت بتفهمي قوي، السيرة دي مش عايزة أسمعها تاني، فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا ماما. ألو، إذا ده أول مرة أخرج وأقعد في عربية جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطة، ده أنا مخرجاكي من ورا جدو. وعلي يا وعلي هنروح فين؟ يعني نلفلف شوية بالعربية وخلاص. تعال نروح نجيب قهوة. قهوة؟ نجمة. نشرب قهوة فين؟ فين؟ أوديكي فين؟ تعال نروح عند كوسكا كافيه. كوسكا كافيه؟ أيوة كوسكا كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك اواي. نروح ناخد تيك اواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوه في الاخر؟ ايوه هنشرب قهوه. خلاص بقى هنشرب قهوه خلاص، عشان حتى ناخدها في الوريد. طب بقول لك ايه يا قطاطا؟ مالك؟ ما تحكي لي كده شويه في الحدوته على ما نوصل كوسكا كافيه. حدوته ايه؟ هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ حبيبي اهو فين؟ اهو جاي ولكن راكب مكنة الاسبريسو. فزان فزان، انتوا تسمحوا لنفسكم اللي يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاتنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حلوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا لا، انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيص. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسالكم سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش ان الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم، بلاش دي. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا قلت لكم هتعملوا ايه؟ ولا حاجه، لان انتم منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا، الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق، كلامك حلو. يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسته ايه؟ فلقسته ايه؟ فلقسوف يا جاهل، ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه ايوه، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجل دي كلاتو، احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ ليمبي؟ لا 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 لا، حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك، عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم يا رب. 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 والله ما يرضى بك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بيشتغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا ليمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. يا حبيبنا يا عمدتنا. الليله ايوه ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. واني هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه اني اول ما شفتك بالهدمه دي
قلت الجدع ده يا إما ولي من أولياء الله يا إما أراجوز يا إما زعيم. أيوه أنا زعيم بس خليها في سرك يعني. وإنتوا كلكم يا أخوانا معزومين الليلة عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا أولاد الفرحة حلوة. أيوة ادعوا العيم ده ادعونه. يخرب بيت أبوه. أنا ندعونه. يخرب بيت أبوه. يا سلام شايف محبة الناس يا عمدي. أيوة يا شيخنا هو أنا عايش إلا بمحبة الناس. ربنا يديمها عليك نعمة يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. ادعوا له ادعوا له يخرب بيت ابوه. ادعوا له ادعوا له يخرب بيت ابوه. واحنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ مالناش كرامة. مالناش كرامة وده اهم حاجة ان انتوا تشيلوا الجلة والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لو مش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ كلامك صحيح. ما تستناش ان انت كزعيم كزعيم ان هو يجيلكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما بيصحش طبعا. يلا يا بنت اجرمش. يلا عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده فتحي؟ طب مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه اللي انت فيها. ايوه راجل اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبانجي قدام اهل البلد كلمتها. اشحال ما كانتش الهاسه والفرحه دي معموله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه ابا ليه زعبدي؟ وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله قولي يا سيلبي. ايوه. هي ايه اللحبية دي؟ عمال تقولي لحبية لحبية شكلك متعكسني. يا بنت هو انا شادي لك ايه اللحنية بتاعتك؟ سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطه. طبعا هوا بقى وهو وتريت تريت هوبا ايريتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيط البنت دي ولا ايه؟ بقول لكم انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقول لك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي.
تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العمده غير هناك. لا 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 عمده لا، انا عايز حته تانية مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم، احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك، بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هاخدش اكل، انا هاخدش غير كده. لا لا مش من مقامك. يلا ربنا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عند بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل، حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. والله حبيب البلد كلها. والله يخليك يا بطل يا بطل. يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب انا الخدمة الشريفة. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. حبايبنا يا سهيل على شرك شرك. خبريه يا اخوي خبريه. واحنا يعني مش قد معاهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثة ما يقعد الا فيه حال. قول يا بطل. قول يا حبيبي. قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا فيه حال. هنا ويا قديم كبير. اهلا وسهلا. اتفضل يا عمك. اتفضل. نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك. الله يخليك يا رب. البيض يا بت. البيض يا بت. البيض والذبايح والهبر والطعمية. انا ما بحبش العجة يا عمده. احنا نذبح لك نعام. نعام الله يرضينا عين عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر، الطبل. ما احبش التمر انا. ما احبش اللي انت عم بتقول ايه؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بين. ايوه الرقص والمزاج والسهرانه. دوم يا مسيكي.
شفت جلابيت جدك؟ حاسس ان روحه لبساني. انت بص انت العلاقه في وسط النواش اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله والله عسل. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله. الليله يا عمري. ايوه ايوه الليله. الله يحزك يا ميه. تدري ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمري. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي؟ وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحيه يا ستي فتحيه. انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم بيقول ان الحاج بابا الله يرحمه قال له ان الراجل ده كان جبروت لبس مراته قضية مخدرات. فأنا كمحامي ناجح طبعاً ما سبتش تفصيلة زي دي قفشتها. قلت لا ده دي لو تتبعناها ممكن نوصل للحل. فحضرتك ممكن تكون محبوسة عند سيادتك. محبوسة عندنا أنا؟ اسمها إيه؟ اسمها استنى ما تقولش. اسمها مدام ليلى. اسمها مدام ليلى. تفكير أمرني يا باشا. شفنا عندنا واحدة مسجونة في المخدرات كده اسمها ليلى. يوه ده احنا عندنا 30 ليلى يا باشا. رايحة فين يا مرة؟ انت مش شايفاني؟ يا ساتر هو انت؟ ده انت مش مرة، ده انت مراتزم. شايفاني جاي مخدرة. بالله نسل اللي داري. تاخدي عزرة تديني الرز؟ لا خديهم بس خديهم مش عايزة. لا خدي كل حبيبتي هتسامحوني بوسع ناخد كولي. انا حطاطا جيتي حطاطا. ما انا عارفاك يا ست قطاطا. عارفاك كويس قوي. مالي وزويت حالي في السجن؟ لا مليك. عارفة مين دخلك السجن؟ انت عارفه ايه اللي جابني هنا؟ اسالي نفسك. انت اللي جبتيني هنا. ما انا لو كنت شفت فلوسك ما كنتش شفت وشي هنا تاني. عيب يا اسطى دقدو. ده انت راجل ابن بلد وابن اصول وده مكان اكل عيشي. اعمل لك ايه عواطف؟ انا كل ما اسال عليكي في البيت يقولوا لي في الشغل. استنى لغايه لما ترجعي بعد نص الليل ما بتجيش وانا بنام بدري انت عارفه. طيب بص يا اخويا اتكلمت على الله وانا ان شاء لا الله. لا 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 أخ. الموضوع ده بقى كده باين عليه عوا وهيطول وانا مش فاضي ولا ليا خلق. كن في علم احنا اللي بتوع محاكم ولا دياوي. دي ست عايزه اللي يعيش لها. وانت كمان انت كمان مش وش فضايح وجرس. اديك قلت اهو لا وش فضايح ولا جرس. استر عليا الهي استر عرض وليان. اسمعي بقى يا ست الناس اسمعي. احنا بقى عندنا محاكم عدايه كده قعدنا وحكمنا وخلصنا.
وعقوبة ابنك مش هقدر أقولها في وشك، عارفة ليه؟ لأنك مش هتستحملي، أنت برضو أم، ومش هيخلصك تترحمي على ابنك أبداً وهو صغير، صح؟ مكتوب الرسول. آه. آه. خلصي. خلصي. حاضر يا أخو. سليم. مالك يا بيه ابو زريك بقى ايه؟ زعلانه منك. زعلانه مني؟ اه. وانا ما خلصتنيش يا حبيبتي. قولي زعلانه ليه كانت ضربت الدم؟ عشان سيحتي في موضوع عبد الله وما كانش العشاء. عبد الله؟ بس انت ما حضفتنيش يا حبيبتي. انت حضفتيني ان انا ما اقولش لحد؟ انا عرفت منك على طول رحت مبلغه معاك بالبيت كله. ايوه لازم ارجعك. ايوه بس انا مفهماكي ومرسياكي، انا مش عايزه اجيب لهم سيره ليه؟ يعني دلوقتي بقى لو عباس بيه عارف وطردني. اخس عليكي يا عواطف، يعني لما يكون عندك اي مشكله المفروض تقولي لي انا وجده، ولا انت فاكره ان انت ما تخصناش؟ شايفه؟ شايفه انت؟ شايف العسل العسل السريعوش اللي لازم بتقعد من القعده من القعده؟ وانت البصل وليه مطلعه بصل وريحه مقتله؟ ومع ذلك برضه يا ستي انا مش نازل موضوع عبد الله، ما تفكرش ان انا نسياه. اسمعي بقى يا ستي، اللي احنا عاملينه عشان الزفت عبد الله ابنك. بص يا ستي الخطه كان ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا عادي ما تتخضيش، ده العادي بتاعها. قطاطا قطاطا ايه الخطه؟ ايوه الخطه. بصي بقى يا ستي الخطه، بصي بقى الخطه. العربيه هتيجي تقف فين؟ تقف قدام باب البنك ماشي؟ ونميس واقفة فوق السطح بتلاتة هليكوبتر وما وراها، وانت تروح داخلة بالحزام النافس وتروح داخلة مموت الناس وناخد احنا الدهب والفلوس ونروح على جزر فراي. فراي؟ اه يعني الطيارة منورة وانا هخش بالحزام الناسف اموت الناس. ده انا اموت نفسي واخلص، وابني بقى بالطريقة دي ضايع ضايع مش كده؟ يا بنت الكلام اللي سمعته في اوضة النوم، اسمعي الخطة بجد بقى. احنا مين عدونا الاساسي؟ دؤدؤ. حلو قوي. بصي بقى يا ستي، انا بخصوص موضوع عبد الله ده قعدت فكرت ودبرت وجربت وعرفت بقى اعمل ايه. انا عرفته عن طريق صبياني وتلامذتي بعد السجن ان الراجل ده اسمه دؤدؤ. الواد ده نصاب، هو النبي نصاب اعلامي، وهو ده عدونا اللدود. طب عرفنا ان هو عدونا نعمل ايه برضه؟ اقول لك نعمل ايه؟ الحبيب ابعديه والعدو قربيه. يبقى احنا لازم ايه؟ نقرب لينا الواد دؤدؤ. مين عدو مين عدونا؟ دؤدؤ. مين اللي اعتدى على الدكتور بتاعنا؟ دؤدؤ. مين اللي زنى ابنك عبد الله؟ دؤدؤ. بس يبقى احنا لازم احنا نجيب عندنا هنا دؤدؤ وناخد مننا حقه. خلاص؟ اسمعوا بقى على الخير. ناحية عواطف يا نصابة يا حرامية. ايه؟ هو البيت ده ما فيهوش راجل يرد عليا ولا ايه؟ دؤدؤ حرام عليك، ده مكان اكل عيش يا دؤدؤ. فلوسي يا عواطف اخدها النهارده. عيب يا دؤدؤ، مفيش اصول كده برضه؟ مفيش اصول من النهارده يا عواطف. اهدى يا فلوسي اهدى. كده هيتكسر مننا حرام عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الهيصه دي؟ اكسكيوز مي، انت تطلع مين؟ انا دؤدؤ صاحب الدؤدؤ. طب وعايز ايه انت دؤدؤ؟ الست دي هي وابنها نصبوا عليا، ضيعت توكتوك قوتي قوت عيالي، انا مش همشي من هنا قبل ما اخد حقي. حقك؟ طب وحقك ده يطلع ايه يا اسطى؟ 40,000 جنيه. يا ضلالي يا نصاب يا اونطاجي، 40,000 جنيه يا راجل؟ انت مش ممضي ابني على ايصال امانه بثمن التوكتوك ب 20,000 جنيه؟ ايه ده؟ ده كان زماني عواطف قبل ما تنرفز واجي هنا. ايه ده؟ هو انت بتتنرفز ب 20,000 جنيه؟ امال لو اتعصبت اخرسي. مش عايز اسمع منك ولا كلمه. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا انك تطلعي نصابه. زي ما دخلتي البيت ده من الشارع هتطلعي له تاني. اتفضلي حالا تلمي هدومك وتطلعي بره يا كلبه. اخرسي ولا ولا بقى. يلا بره حيوانه. منك لله يا دؤدؤ. بره حق يا هاني. بس
سوري يا مستر دقدق، ما تقلقش خالص، تفضل تفضل، حقك هتاخده عشان البنت دي نصبت عليك، عارف نصبت عليك وهي شغاله في البيت ده، ودي كارثه، لان البيت ده معروف عنده انه قلعه، قلعه الحق والمستحق. بجد مستر دقدق احنا بجد متاسفين، وي ار فيري سوري. خلصي يا هانم، عايز حق فلوسي؟ اه اكيد حقك هتاخده. الله يرحمك يا انا. تعرف يا قسطى، عمر ما كان في نصاب ممكن يهاوب ناحية البيت ده طول ما هي عايشة. طبعا هيهاوب ازاي ده؟ كانت شديدة قوي، كانت قاسية، الكرباج ما كانش بيفارق ايديها، تصور حتى الخيل ما رحمتوش، كانت تفضل تنزل فيه ضرب ضرب، ومن كتر الكبت والقهر خرج من الاسطبل وخرج عن شعوره ودخل هنا في الهون في الحتة حالك قاعد فيها دي بالظبط، وفضل يدوس عليها ويحرس فيها لدرجة إنها لزقت في الأرض. كان منظر بشع هنا بالظبط في الحتة دي، كان منظر بشع بشع، ومن كتر ما لزقت فضلنا نكحت في الأرض، نكحت فيها كده لغاية ما دفناها في الإسطبل الورا. الله يرحمك يا أنا. الحقيقة الخيل ما غلطش، المهم دلوقتي يا هانم البرادس، ولا قتلك عواطف وطفينها في الإسطبل؟ لا لا لا، عواطف دي خلاص طردتها. حضرتك يا قسطى تحب فلوسك كاش ولا تشيك؟ كاش، متنات شال حيز يعني. اه اوكي شور، ثواني وتكون عندك. I miss you أنا. ده اكيد صورتها بعد ما الخيل هرسها. ربنا يكحبك يا شيخه بطرح ما روحت. ايه السحنه دي؟ فوكس من النور قطع. عفريت العب والسماء، عفريت والنبي يا رب، والنبي بدي زوني، والنبي بدي زوني، العب والسماء. ايه رايك في شرطي؟ حلوة؟ امر امر والبوسة بامر، والبوسة بامر، والنبي بدي زوني، والنبي. ايه اللي جابك هنا عندنا مننا؟ والله انا كنت جاي اخد حقي، والله جاي اخد حقي. انت اخد حقك كداب كداب. قدام العفو والسماع، قدامي عايز امشي من هنا، انا عايز امشي من هنا، قدامي عايز امشي. يا دكتور يا ابني بالثقة، يا دكتور يا ابني بالثقة، يا ابني حكالاتك متفبركة. جاي من خير ولا من شر؟ جاي من خير، جاي من خير والله، جاي من خير، جاي من خير. أنا جاي بالشر، والمصحف جاي بالشر، والله جاي بالشر. إيه بس إن أنت جاي بالشر. لا صلاة أمانة، كنت جاي أنصب على عواطف ابنها، أنا عايز أمشي بقى. مش أنت اللي تقول إنه سال عبادة منور؟ بس ده حقيقي. والله نصور، والله نصور، والله نصور. محكمة الجن هي اللي هتقول وهتفسر المحكوم، ويا من بعرض من بيت بعرض بيهم جمال. وجيت لما وجيت يا عيط، تبيت بطلبوني، انا عادوا بطلبوني، عادوا على قبل بطلبوني يا عيط، لما وجيت يا عيط. برافو قطقطة، شفت اللي خليته مع خايف ازاي؟ ربنا يخليك يا قطقوطة. خد يا موقوطة الوصل بتاعك اهو، هرجع يا حاجتك بقى. الحمد لله ربنا يخليك ليا وما تحرمش مني. ايه ده نور اتقطع بجد؟ يا مامي يا مامي.
قالك هم خافين مني ليه؟ اح شفت ده خدين دول ازاي؟ دول ده كان بيرفس بعد ما العدي وعمل ودي ودي عملهم كده وكان خد تيجي خد جدك؟ لا او النبي اتخض لا حرام لحسن يحصل له حاجه مع ان انا نفسي اشوفه وهو مخدود ما ازوع عارفه يا قطاطا ان شاء الله لما ازمتك دي تعدي على خير هتبقي معايا هنا على طول لا كده وانا كده ليه ولا كده هتبقى ده مريض حاجه انا عندي حالي ومحتالي ايه حالك ومحتالك ده انا عارف يا اختي انا سمعتهم بيقولوا كده قطاطا هو انت اهلك فين يعني ما عندكيش عم اخت اخ انا اللي فاضله في العيله يعني ما عندي انا الوحيد اللي فاضله في العيله كل العيله ماتت انا بس اللي فاضله مش عارفه ليه يعني ما عندكيش حد خالص يا قطاطا لا عندي طب مين انت يا لموسه يا حبيبتي يا قطاطا انا كمان بحبك قوي والله وبتصعبي عليا انا مبسوطه ان كل عيلتي ماتت ومفيش مفيش حد يحكمني ولا كتر يقتلني ابقى كده انا حره انت شفت الفيلم بتاع الحره اه شفت بتاع ابن حامد عزيز شفته تفتكر فيلم معاه مين البطل بتاع فيلم لابن عبد العزيز ايوه ايوه شفته وتفريق ساكن طب بقول لك ايه بزرق. يلا احكي لي بقى احكي لك فيلم بتاع ابن عبد العزيز لا حدوته الليمبي الليمبي بس بياخد احكي لك لما اختك الليمبي انا عملت ايه ده موسى نعم هو ده ممكن يسألك سؤال كده شخصي؟ اسألي هو ده اللي تطلبيه اللي عندك في البيت عشان خاطر أحيي حدوتة ولا ليا شخصي؟ إيه ده لأ طبعًا يا قطاطا إزاي تقولي كده؟ عشان الحدوتة طبعًا أنت اللي بتضحكي عليا بهزر معاك يا قطاطا أنا بحبك أوي أنت وهو أنت وهو مين؟ الليمبي أهو ما هو الليمبي أهو جاي اهو جاي بريد ودودة عند العزيز قول له على الكنز بقى يا عمو بقى ما ينفعش اقول لك الا واني بموت حاضر اهو يا حبيبي يا عمي قول لي بقى فين الكنز يا افندية يا افندية يا هضبة افندي هريسة ابو الليف بيودع وعلى ما اظن انه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريث الوحيد وريث الوحيد مين الليمبي افندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد يلا نشلل وابوري جتا وهتات ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب راي على فين ده فضل يستلف النص ريال والخمسه بيد لغايه لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا ايه اللي بتقوله يا هباب الطين انت يعني ايه يا فنديه هنترك هريسه يموت بسهوله كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز انا عندي فكره احنا نروح كلنا كده بربطه هضبه افندي ونكتم على انفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين ايه اللي بتقوله ده يا احباب الطين التراخر يعني ايه نهجم عليه ونكتم على انفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس ابيض امال هنعمل ايه دلوقتي يا هضبه افندي يا اخي فزعتني يا اخي ايه ده يا مصور انا عندي الحل يا ابني اكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريثه الليمبي افندي يا سلام كلامك كشك الماز يا هضبة افندي كلامك رائع يا هضبة افندي اي نعم يا هضبة افندي يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا علشان نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخد الكنز لوحدي قصدي يعني اخد لوحدي وارجع اقسمه عليكم والله يا هضبة افندي كلامك كله قرع اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز الليمبي مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقطم رقبته الليمبي افندي اذا يلا بينا يا فندية على فين يعني هكون رحيم مرصح عليك كسر هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للليمبي يلا بينا يا هضبة افندي كنت فين حبيبي هو ده بتاع زمان انت يا معلم الكنز كنز هو بتاعنا كنز
الباب هناك. اوهو لمبا فندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ مين؟ سموه سميرة انجي؟ لمبا فندي انا انجي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ستي تغكك ايه بس ورايح؟ انا هطلع امشي بقى، اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امالي. يا ست اسمعيني، لا امالي ولا حناني، انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله، انا في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده، دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلمي اي كلام؟ اخوك البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. لمبا فندي. ايوه انا اشعر بالوحده. طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده. قولي لي ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق. والمصحف المفتاح في عينك يا انشي بقى، مش كده بقى؟ الحاله لا بص لا. طب بص انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيله بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روحي علي، روحي علي، دافع عن حبك لاخر مدى. لازم نجاهد في الحياة بقوة ونشاط. إذن فليكن. تعال عايزك تهدي بقى يا انشي. أقدم لك علي. علي ده واد كفاءة وعلى حق وآكل شارب نايم أنا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض. يعني رجولة رجولة، الواد ده غويتش من الآخر يعني. خش عليا خش. انشي أنا. أيوه انجي انا. الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير. قول ها لحظه. عشان 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 انا احبك. انجي انا احبك. ايوه اعشقك. ايوه ادوب في هواك. ولكن يا علي من جهه ميلي اليك. ما تكمليش، انا فهمت مقصدك. اخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، انت هتأكد؟ استنى يا عم، دي بتقولك اخويا حامل، يعني انت هتلبس الواد؟ اصحى ده قول ياض. تأكدي يا هانم. ايوه ان عيون العداله ساهره. الله انا مش فاضي يا عم، انا عندي عايز اهرب. انا هروح رايح لقدر ينتظرني الان. اهو اهو يورني. بقولك ايه، ارمي على الواد اخوها الثيوبلس ده شويه مسامير تحت رجليه فرقع. امسكوا ورا الكنز. الوداع يا لمبا فندي. يا عيله وعصر كلكم تقال. تيجي دولك. يا بيبيلا السودا ولا كونزو، انت مين يا عم؟ تيجي دولك. قابل يا عم الهندي. تيجي دولك. اتفضل. تيجي دولك. اتفضل. تيجي دولك. اتفضل. تيجي دولك. اتفضل. لما يجي دولك. اتفضل. لما يجي دولك. اتفضل. لما يجي دولك. اتفضل. لما يجي دولك. اتفضل. تيجي دولك. اتفضل. ده عبيط ده ولا ايه؟ اتفضل. تيجي دولك. اتفضل. يلا قلنا هو كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي، الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه الناس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا. اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متوضع مع الناس. التوضع حلو مع الناس. لا البس ايه؟ دي عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زغلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا سمو الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمة ده كل المحروس عارفة. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصة في اي لحظة وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟
انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طوبار، وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد، انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طوربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا، سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله، انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. انا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضل. يسيبك بخير يا سمو الامير. السلام عليكم. يا ولاد بتزعق كده فجأة من قلب الأرض كده، وعاملة زي البتاعة دي كده. أنت لسه زي ما أنت بيها؟ وإيه اللي هيغيرني؟ مش هرد عليك يا سيدة القصر. أيوة. الله يعافيك. أهلا موسى. الحمد لله يا طاطا بالراحة. وحشتيني يا عيون يا طاطا. أنت كمان أهلا 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 يا طاطا. ازيك يا عباد بيه؟ لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، ازعجنا سعادتك يا باشا والله، بس أما قطعت قصرت وهي مدهولة كده تيجي تحكي الحكاية لست لميس والله. طبعا ما هي لازم تحكي ولازم تقعد، ما هي قاعدة في رقدة الفردوس. ايه ده؟ نعم؟ وحشتني والنبي، وحشتني يا عباد بيه. وانا أنا مبسوط قوي إني شفتك. يلا. ما أنا والله حاسة كده بتعطيع وشك بتقول إنك أنت مبسوط قوي. أنا ما أمسك الواد الليل. يلا يلا. تزقوها تدحرجوها من على السلم وخلصوا. جميعا. ودوكن. أنا إيه سيدة القصر؟ سيدة القصر طبعاً. اتفضلي. أنت اللي عايز آخد الأول. إيه؟ عايز آخد الأول. اقعدي طيب، خدي نفسك. خليك خدامة اللي ورا دي تجيبلي أكل. يا ولية لمي نفسك، أنت المحلول في إيدك. طب أنت راكبة وراك يا في موتوسيكل ليه؟ تعالى. عايزة إيه؟ هاتيلي جبنة رومي. وهاتيلي لحمة ورز وملوخية وبطاطس. أيوه. وإيدي وعدس. ايه؟ ماشي، هات لها كل اللي هي عايزاه يا عواطف، دي صاحبة بيت. صاحبة بيت، احنا اللي ضيوف. مين هياخدك؟ الحمد لله انك كويسة يا قطاطة، ده جده كان بيقول انك بعد الشر بعد الشر بتموتي. لا؟ أموت؟ أنا ما أموتش. قطاطة ما تموتش. أنت شبع يا عباس؟ أنا؟ بس أنا زعلانة منك عشان أنت جيتي على نفسك عشاني وأنت تعبانة. يا حبيبة قلبي، أنا بموت. لأن لو بموت كده روح هتربرف كده وتفضل تطير تطير تطير، وهوب تروح حتى عصيرين عندك وتحكيلك يا حدوته يا قطه يا حلو يا بطه يا قطه يا بطه يا حلو يا كدوته يا حلو يا بطه. عارفه يا موسى، لو خرجت حتى بالسجن برضه هرجع اقعد اقعد معاك هنا. ماشي؟ تفهم انك هتيجي هنا تاني؟ جدو بقول لك ايه؟ احنا مش عايزين نقعد بعض، وحدنا بنات بقى قاعده مع بعض. عباس بعد يوم امشي شوفوا لنا الاكل يلا. عباس بتضحك عليا يا عبيط انت؟ لا مفيش حاجه. يلا قدامي. اوامرك يا باشا. شفت انت قلت له عباس اجري شوف الاكل. احكيها في السجن بقى. ويسلقني. بس ده احكيها في السجن في دحمه. ارجعوا كده بس المساجين الوسخه اللي سود هناك. ماشي؟ طب انا ماشي. يلا. اما قطاط عايز حاجه؟ ده يا حبيبي مع السلامه روح. طيب. يلا يا زفت. ايوه يا باشا اتحيلي. ربنا ينتهي منك يا ابن روح. يا قطاطه تصدقي ان انت وحشتيني انت وهو. انت وهو؟ طب هو وانا عارفاه. انت بقى تطلع مين؟ يا قطاطه انت واللمبي. انا بهزر معاك يا عم، انت وحشتني يا بنت قوي. اللمبي يا حبيبي يا لمبي اهو جاي من الخضار والاكل وجاي اهو. بس بقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بيننا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز.
مبارك. ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام اخذ وعطى. انا حتجوز البنت اللي اسمها فتحيه ديت كوعاء ليس الا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكم من كلامك البكاش ده يا عمده. انا عارفاك، أني خبزاك ووكلاك وهضمات، اطلع من دول يا عمدة هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك، العز والأملاك، بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والأراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الآخر؟ لأخويا ابن امي وابويا حيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا، لا ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحه في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو، بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي علوان؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي؟ واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطاية يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللمبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. أهلاً 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 وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا لقيتك اتأخرت، المفروض إن أنت كنت تيجي تبارك لنا، ها؟ وبعدين اتأخرت فقلت بقى لا، قلت روح أنا جاي على هنا بقى أنا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى أن أنت أبوها بقى، ها؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. إحنا خلاص، إحنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى أكل وعيش وملح وعيشة مع بعض. بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ انا بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي. زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا.
علينا يا عرسنا ليلتك جميله والكرم زايد يا بنيه حلوه وجميله والغرام زايد نقيت وجبت الاصيله والادب الادب زايد والدك وعمك وخالك يسوا ناس الوفات حبيبي الله يكرمك سألت ربي البرايا يحرسك من العين الحر عند اللزوم تلقى وراه الوفات الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب اشوف لي كل الحبايب يوم فرح زايد يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش خليك صاحي يا عريس ما تنامش الليله من عمرك ما تتعوضش خد من العروسه يا جميل واديها خد من العروسه يا جميل واديها واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش دايما تلاقيها اسال عروسك تراويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها بنت الاصول بالمال ما تتقدرش بعد السلام قدم له ألف تحية انجي أبوك من بدري في الصباحية بعد السلام قدم له ألف تحية سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله ألا يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما يا بنت لو حصل هحللك بقي انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل انا هبقى ست الكل صحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش Thank you.
سيليبي. اصحى يا سيليبي. سيليبي. انا نمت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العوافي. الله يعافيك. بعد جسمه مكسر جامد قوي. الله قول يا سيليبي. طيب. ده مرض ما عندكش الاوضه بس. فداك يا سيليبي. يمكن يزن شويه. فداك يا سيليبي. الله قول لي هو ايه دي؟ ايه؟ ايه دي يا سيليبي؟ هذا الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد حمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شق ايه؟ ريقك. والله افطر والله هعمل جريمتين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس اطلع كنز شويه فانا مش واخده على كده. ماشي انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ ايه؟ يا بنت من مصعب انت عارفه؟ انت عسل؟ غير ما انا عشان ده يلا قوم وانا هحضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه بقول لك ايه؟ ايه يا سيليب؟ ايه يا سيليب؟ ما تجيبني يا سيليب. يا بنت انت يا بنت ما تسكتش معايا يا سيليب. يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيليب. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. عد عد هنا عد ازوق برجلي. ازوق؟ اسحب ولا ازوق؟ ده ازوق ولا ازوق برجلي؟ ايوه ازوق ازوق يا بنت. ايوه يا بنود الحلال بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها يولاد الحلال. بلوسة نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جنب بعض دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جنب بعض دوخة واللي يلاقيها للعيال يطلب لها بالحال. ايوه ابوس بيك. ايه يا سليم؟ ده الجبنة دي شفت لد الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليمبي ده مين السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده؟ مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. سكتي؟ يا سليمبي. ايوه يا ده هاتي التسكتة يا بت. هاتي يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. قمص قمص. ايوه مظبوطة في النص. ها ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمدة هو اللي عايز. ولما العمدة هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت محليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. امال ايه؟ انت عارف جناب العمدة اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ايه. ما يقدرش يتحرك غير بإشارة من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودانك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليمبي. يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني.
طب يا سليم دي خد البيضة وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليم. لا والله تعبص بديلك هتلاقيني على طول. ما تدنيش التحسين يا سليم. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي خلاص بديلك. يا سليم يعني دي فوتك بعافية. ما عاد في سخرارة. مع السلامة. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. بقرف. توحى اخرج يا سليبي. تعالى يا بنت تعالى. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتسلط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتاخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين بعرف في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ بشتة يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا سليب احنا في الصباحية. ايوه بنتي. شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك نرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استعزلنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أباليه؟ بفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي لحمة الحبرة انا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بالو كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى. ها يلا روح. انت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي اكاوي وكوارع. هتلاقيني نازل من اللمه. ده انت انت هتتعطل. يا سليبي يلا قوم. روح ايه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليم. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجعلي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليم. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 وجاي بقى سليب بقى وهو بيطير من عندك. يا قطوطه بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطوطه قطوطه بقى اصحي كملي. قطوطه أنا كنت متأكد إنك هنا. إزاي تخرجي وأنت في الحال دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسه ايه الحمد لله. انا كويسه قوي النبي يا دكتور. في ايه ده حصل مالك؟ اسماعيل انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطه وصحتها. لو جرى لها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره انا كويسه يا حبيبي. شفتي؟ ما تدعمش نفسك يا حبيبي انا كويسه. هو في ايه؟ هو انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ اتجوزنا ايه ونيلنا ايه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. النبي انا كويسه يا جزره. ازاي انت كويسه؟ ايش عرفك انك كويسه؟